السلام عليكم ورحمة الله. أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية الدائرة الأولى في جلستها المنعقدة اليوم الخميس أحكامها في قضية اتهام 10 أشخاص بجريمة اختطاف أحد رجال الأمن العام، حيث أدانت المحكمة 9 متهمين بالسجن لمدة 20 عاما وبرأت متهما آخر. وقضت المحكمة في حكمها بالسجن لمدة 20 عاما لكل من حامد إبراهيم المدهون وخليل إبراهيم المدهون وجاسم علي يحيى وباسم جليل سعيد وجلال سعيد محمد وفؤاد علي فضل وفلاح علي فضل ومحمد ميرزا علي ومحمد حبيب الصفاف، فيما برأت المحكمة المتهمة علي سعيد عبد العزيز. أكرر، أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية الدائرة الأولى في جلستها المنعقدة اليوم الخميس أحكامها في قضية اتهام 10 أشخاص بجريمة اختطاف أحد رجال الأمن العام، حيث أدانت المحكمة 9 متهمين بالسجن لمدة 20 عاما وبرأت متهما آخر. وقضت المحكمة في حكمها بالسجن لمدة 20 عاما لكل من حامد إبراهيم المدهون وخليل إبراهيم المدهون وجاسم علي يحيى وباسم جليل سعيد وجلال سعيد محمد وفؤاد علي فضل وفلاح علي فضل ومحمد ميرزا علي ومحمد حبيب الصفاف، فيما برأت المحكمة المتهم علي سعيد عبد العزيز. إلى اللقاء.